يقول وتقول: أذهب إلى الطبيب في المشفى أو في العيادة، أتحدث معه فيتكلم فلا أفهم شيئا أو أفهم شيئا وتغيب عني أشياء. يقول وتقول: أذهب إلى الجامعة، خصوصا في السنة الأولى وفي بدايات السنة الأولى، الدكتور في الجامعة يتحدث وأنا لا أفهم، مع أنني درست اللغة التركية. هل من حل لهذه المشكلة؟ يعني كيف أفهم الشخص الذي يتحدث بلغة لا أعرفها أو أعرف قليلا منها من دون أن يكون عندي أخطاء في الفهم ومن دون أن أنسى أي شيء؟ هل هذا ممكن؟ ما كان ممكنا لكن الآن صار ممكن. كيف هذا؟ هيا بنا نعرف الجواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا وألف مرحبا بكم. اليوتيوب نزل تحديث جديد يحل مشاكل كثير منا، خصوصا الذين هم لم يعتادوا على اللغة التركية بعد، يعني درسوها ولم يكملوها أو درسوها وأكملوها لكن لم يتعودوا عليها بعد، وبدأوا بالدراسة في الجامعة أو ذهبوا إلى الطبيب وهكذا، والدكتور في الجامعة يتحدث ولا يفهمون عنه ماذا يفعلون. بإمكاننا أن نفهم كل ما يقوله بدقة، وذلك من خلال تصويره فيديو ولو بدقة دقيقة أو دقة قليلة. بعد هذا نرفع الفيديو على اليوتيوب، بعد هذا نحدد اليوتيوب أن هذا الفيديو مثلا باللغة الإنجليزية أو باللغة التركية، بعد هذا نطلب من اليوتيوب أن يستخرج لنا كلمات النص بشكل أوتوماتيكي فيستخرج لنا اليوتيوب كلمات هذا الفيديو، بعد هذا نطلب من اليوتيوب أن يترجم لنا هذا ترجمة تلقائية فيترجمه لنا ترجمة تلقائية إلى اللغة العربية، فيصبح بإمكاننا أن نستمع إلى هذا الفيديو بلغته الأصلية ونرى في الأسفل المعاني مكتوبة باللغة العربية أو باللغة التركية أيضا أو بأي لغة أخرى، يعني يمكن أن نترجم بهذه الطريقة من أي لغة إلى أي لغة. طبعا الكلام هكذا بالحكي سهل جدا، لكن حتى ما تخطئوا في هذا الموضوع سأريكم إياه بشكل عملي. الخطوة الأولى هي أن نصور المتحدث كفيديو بدقة منخفضة حتى نستطيع أن نسجل مثلا أشياء كثيرة، إذا محاضرة في الجامعة ممكن تكون ساعة ساعتين، حتى نستطيع تسجيلها كلها يجب أن تكون دقة الفيديو منخفضة حتى يتحمل الجوال. ممكن نسجل كمان صوت فقط، لكن هذا الصوت من خلال أحد التطبيقات نحوله إلى فيديو. هذه النقطة الأساسية. بعد هذا نقوم برفعه على اليوتيوب رفع عادي، يعني ندخل إلى تطبيق اليوتيوب ونقول إضافة فيديو ثم نضيف هذا الفيديو إلى اليوتيوب. بعد هذا نفتح حسابنا في اليوتيوب من خلال اللابتوب أو من خلال الحاسوب. بعد هذا ماذا نفعل؟ من إعدادات الفيديو الذي رفعناه على اليوتيوب نحدد لغته بلغة المتحدث، مثلا الدكتور كان يتحدث بالإنجليزية نحدد لغة الفيديو بالإنجليزية، المتحدث كان يتحدث بالتركية نحدد لغة الفيديو اللغة التركية، ثم نقوم بهذه الخطوات. أنا قمت بها عمليا وصورتها حتى ما تخطئوا فيها أبدا. بعد أن نكون قد رفعنا الفيديو على اليوتيوب ندخل إلى قناتنا على اليوتيوب، لكن هذا حصرا من الحاسوب. هذه القناة، نضغط هنا على الخطوط الثلاثة ثم نضغط على فيديوهاتك، فيديوهاتنا يعني التي رفعناها على القناة. القناة ما فيها إلا هذا الفيديو التجريبي، هذا هو القناة الفيديو كما ترونه. نضغط هنا على التفاصيل ثم نضغط بعد هذا هنا على قسم الترجمة، هذا هو القسم قبل الأخير من هنا، هذا هو مكتوب عليه الترجمة فوق السي، هذا هو نضغط عليه. الآن يقول لنا التركية ترجمة تلقائية، النص لأنه باللغة التركية، نضغط هنا إنشاء نسخة طبق الأصل. الآن أنشأ لنا نسخة باللغة التركية كما ترون الشاشة، إذا كبرت بتصير أوضح كأني، لكن هكذا صارت أوضح. هذا هو النص بالتركية، نقول له نشر فقط. الآن النص يعني كل شيء بيحكي الشخص المتكلم بالفيديو تم نشره. بعد هذا نقول إضافة لغة، نطلب منه أن يضيف اللغة العربية من هنا كترجمة. أين هي اللغة العربية؟ سين شين طا ضا عين غين فاء قاف، عين غين فاء قبل، عين عربية. الآن قلنا له إضافة اللغة العربية، هذه هي اللغة العربية كما نرى صارت أمامنا. نضغط هنا هنا إضافة. الآن في عندنا خيار الأخير ترجمة تلقائية، نضغط عليه أيضا. أحيانا إذا كان الفيديو طويل قد ما يتفعل زر الترجمة التلقائية فورا، يعني قد يأخذ فترة ساعة مثلا أو هكذا، لكن هذا الفيديو 30 ثانية فما أخذ وقت أبدا. كما نرى هنا الآن صار النسخ الكلام الذي قاله المتحدث في الأعلى باللغة التركية ومعناه هنا في اللغة العربية. أيضا نقول له نشر. بعد ما نقول له نشر نفتح الفيديو هذا الذي أنشأناه، نفتحه كفيديو عادي من قناتنا مثلا هذا الفيديو، نرى أن الفيديو صار معه النص التركي جاهز، يعني كل ما يقوله المتحدث صار مكتوب أمامنا. نضغط هنا من إعدادات نقول له الترجمة والشرح ونختار اللغة العربية فيفتحها هكذا،
ويصير دكتور في الجامعة. كل ما حكاه مكتوب أمامنا بالعربية ونسمعه بالتركية، ممكن نسمعه بالعربية وتركية من خلال تطبيق لينكوتيوب. كما ذكرت، هذه طريقة بسيطة وسهلة جدا، لكن أحيانا إذا الواحد لغته ضعيفة وفي البدايات، حتى كل شخص يكون في السنة الأولى في الجامعة يحتاج إلى هذه العملية لحاجة ماسة، لأنه الإنسان لما يدخل في الجامعة في السنة الأولى أو في الشهر الأول، إذا كان يدرس بنفس لغته الأم يجد صعوبة، فكيف إذا كان يدرس بلغة أجنبية؟ لابد أن يجد صعوبة، هذا يخفف الصعوبة كثيرا. وهذا التحديث الجديد قد نزل على اليوتيوب، ممكن أن نستفيد منه. دامت البسمة مترخصة على شفاهكم، والفرحة والسعادة والسرور مليئين قلوبكم، ودمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.